اليوم ان شاء الله راح اسوي لكم تبسي الباذنجان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم على قناتكم قناة اطباق شرقية. شلونكم، شخباركم؟ يا رب تكونون بخير وصحة وعافية. المكونات هي عدد 2 باذنجان من الحجم الكبير، عدد 3 من البطاطا، عدد 3 من الطماطة، بصلة واحدة، وعندي حبة فلفل أخضر واحدة. وبالنسبة لي اللحم، كمية اللحم حسب الرغبة. أنا هنا عندي لحم بقر قطعته إلى مكعبات، وطبعا لازم يكون اللحم مسلوق. وعندي 3 ملاعق معجون الطماطم. وبالنسبة للبهارات راح استخدم الكاري والفلفل الأسود، وطبعا عندنا الملح. أول خطوة بتحضير تبسي الباذنجان هي أني أقطع كل المكونات إلى شرائح، وهسه راح أبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ أقطع البطاطا مثل ما تشوفون إلى حلقات. هسه أني خلصت قطعت البطاطا كلها، راح أقطع الباذنجان أيضا بنفس الطريقة، أقطعه إلى حلقات. طبعا لما أقطع الباذنجان يعني الحلقة ما أخليها عندي رفيعة، أحاول شوية أخليها سميكة أو ثخينة مثل ما تلاحظون يعني. هسه كملت تقطيع الباذنجان، راح اقطع البصل الى نص حلقة مثل ما تلاحظون. ونقطع الفلفل ايضا الى حلقات مثل ما تلاحظون. طبعا هذا الحب لازم اشيله. هسه بقى عندي فقط الطماطة، ايضا اقطعها الى حلقات، وانتهي من اول خطوة اللي هي تقطيع الخضار. اذا كنتوا تشاهدوني الاول مرة لا تنسوا الاشتراك بالقناة، واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك. واذا كان عندكم اي سؤال او استفسار اتركوا أسئلتكم واستفساراتكم بالتعليقات، وإن شاء الله راح أجاوبها كلها. هسه خلصت تقطيع الخضروات كلها، راح أنتقل للخطوة التالية وهي قلي جميع المكونات. راح أقلي الباذنجان والفلفل الأخضر والبصل والبطاطا كلها ما عدا الطماطة. هسا انتقلنا للمرحلة الثانية، ومثل ما قلت لكم راح ابدي اقلي كل الخضروات اللي عندي. راح ابدي اقلي البطاطا، طبعا اني هسا عندي الزيت حار خليته قبل شوية على النار، وراح ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم.
نلاحظ بأنه البطاطا بدأ يتغير لونها. انتظر إلى أن تنضج وتستوي يعني بشكل كامل وأشيلها من النار. هسه مثل ما تلاحظون استوت عندي البطاطا، راح أشيلها من النار. بعد ما راح أشيل البطاطا كلها، راح أبدأ أقلي الباذنجان. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الباذنجان مو مثل البطاطا، البطاطا تستوي عندي بسرعة، الباذنجان شوية ياخذ وقت إلى أن يستوي. هسه استوى عندي الباذنجان، ومثل ما تلاحظون راح أشيله حتى أكمل قلي الباذنجان الأخرى. راح أكمل الجزء الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. هسه انتهيت من قلي الباذنجان الثانية أيضا، وراح أكمل قلي الخضروات. باقي عندي البصل والفلفل الأخضر. هسه راح أبدي أقلي البصل. طبعا ويا البصل ما أحتاج إلى كمية غزيرة من الزيت، راح أخلي شوية زيت وأقلي البصل، لأن إذا أقلي بالزيت الغزير راح يحترق عندي. هسه راح أشيل البصلة من على النار، أكتفي بهذا القدر، كلش كافي عندي، لأن أصلا راح أخليها بعد بالفرن. هسه راح أبدي أخلي المكونات كلها أصفطها بطبق البايركس. أول شي أخلي البصل، أوزع البصل بالتساوي حتى ينطيني طعم، وبعدين أخلي اللحم أيضا أوزعه على الطبق كله، حتى ان شاء الله لما اخلي صلصة المعجون اللحم يتشرب طعم البهارات وطعم المعجون. وبعد ما خليت اللحم راح اخلي البطاطا، وطبعا اذا عندي قرع او الكوسة ايضا اقطعها حلقات مثل ما سوينا ويا كل المكونات، واخليها ويا البطاطا، هاي حسب الرغبة. والآن راح أخلي الطبقة اللي بعدها، وهي طبقة الباذنجان المقلي، أصفط الباذنجان كله، أوزعه على الطبق بالتساوي. وعندي هسه الطماطة أيضا أوزعها بالتساوي. مثل ما تسمعون صوت الطيور ما شاء الله. هسه بقى عندي آخر شي، وهي الفلفل
فلفل الأخضر، راح أقليها أيضا بزيت قليل، يعني ما أحتاج إلى زيت غزير. طبعا الفلفل أقليها شوية يعني مو هواية، لأن مثل ما قلت لكم راح نخليها بالفرن. هسه بعد ما استوى عندي الفلفل الأخضر راح أشيله وأخليه فوق باقي المكونات. طبعا الفلفل الأخضر ينطي طعم كلش لذيذ، وحتى ينطيها شكل أيضا جميل للتبسي. هسه بعد ما كملت التبسي قليت كل المكونات وخليتها بطبق البايركس، راح أبدي أخلي المعجون وأخليه فوق التبسي. بالنسبة للبهارات أنا ما خليت ملح أو بهارات لأي واحد من الخضروات اللي قليتها، لأن راح أخلي هسه مثل ما دا تلاحظون دا أخلي لها الفلفل الأسود والكاري، وراح أخلي أيضا شوية ملح، مو هواية شوية فقط، لأن أنا خليت ملح ويا صلصة المعجون. هسه اني خليت المعجون مثل ما قلت لكم 3 ملاعق طعام معجون طماطم ويا الماي المغلي، حوالي لترين من الماء المغلي، ومزجتهم جيدا. وهسه راح اضيف المزيج او الصلصة للتبسي، يعني ما احتجت الماي كله، المهم عندي كل المكونات تتغطى. وكخطوة أخيرة قبل ما أحطها بالفرن راح أخلي رشة من الكرفس المجفف. طبعا أنا لأن حاليا ما عندي كرفس طازج، فإذا عندكم كرفس طازج أيضا عادي تخلوه تثرموه ناعم وتخلوه بالتبسي، ينطيها طعم كلش لذيذ. هسه راح اخليها بالفرن الكهربائي على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة، وارجع لكم حتى اراويكم شكلها النهائي. هذا هو الشكل النهائي لتبسي الباذنجان بعد ما طلعناها من الفرن. يا رب يكون طبق اليوم نال إعجابكم، لا تنسوني من صالح دعائكم، وألف عافية.